بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي ده كده الزبيب الأسمر اللي أنا كنت عاملاه معاكم قريب ومنزلاه في حلقة كده، فهو بعد ما خلص كده بقى معايا خلاص. بعد انا ما خلصته وعملته معاكم، ما سبته كمان في المطبخ عندي يعني يومين كده اهوت برضو كمان، لان كان في تلزيقه كده بس بسيطه بين الزبيب وبعضه، فبيبقى لسه عايزه تسيبيه ايه تسيبيه كمان. نعم، فانا لما سبته شايفين حتى لما بمسك اهوت وبنزل يعني ما فيش ولا واحده ماسكه في بعضيها ولا حاجه. شايفين جميل ازاي يعني، حلوه قوي يعني. شايفين حبايبي، والطريقه بتاعته سهله جدا وبسيطه زي ما قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات. الطريقه دي كانت على طريقتي انا، واتمنى ان هي تعجبكم، ويا ريت اللي لسه يعني اللي لسه متابع الفيديو دلوقتي يدخل يشوف الطريقه، لان هي الطريقه حلوه فعلا. هسيب لكم الرابط اللي بتاع الفيديو طريقه عمل الزبيب، هسيبه لكم في اخر الفيديو ده، هوت هتلاقوه موجود، هتضغطوا عليه بس هتدخلوا تتفرجوا على الطريقه خطوه بخطوه. دلوقتي حبايبي الكميه ديت معايا طلعت ايه نص كيلو، فديت حبايبي يعني انا هخلي شويه في الثلاجه عندي من تحت، والباقي كده هحطه بقى في كيس واشيله في الفريزر. زي ما شفنا طريقته كانت سهله جدا وبسيطه اللي كان متابع معايا الفيديو في الاول، يعني لما شاف معايا الطريقه. دلوقتي بقى حبايبي هجيب بقى كيس وهبدأ بقى ان انا ايه احتفظ بيه بقى، احطه كده في كيس واحطه بقى ايه عندي في ال واحطه في الفريزر. طبعا الحاجات ديت في الفريزر ايه بتقعد فترة طويلة. شايفين جميل ازاي يعني، طبعا ما كنتش وزنه العنب بقى ايه في الاول، اللي ما كنتش عارفة كان وزنه قد ايه يعني. بصراحة انا عملت بالبركة كده هوت، بس ما اتجفف معايا وخلص الزبيب وزنته لقيته يعني 525 جرام. فمش عارفة بقى بصراحة هي كانت الكمية كانت كام. جميل جدا. دلوقتي بقى ايه المفروض بقى انا ايه بخرج اي هوا منه. بعد كده بقى هربط الكيس وادخله بقى في الفريزر. اتمنى حبايب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، واللي لسه ما شافش الطريقه هسيب لكم الرابط برضو زي ما قلت لكم في اخر الفيديو ده اهوت، هتلاقوه موجود، هتدخلوا تتفرجوا عليه ان شاء الله كده. يعني تقولوا لي بقى رايكم ايه كده ان شاء الله يعجبكم، وتقولوا لي رايكم ايه كده اهوت، تكتبوا لي تعليقات وتقولوا رايكم ايه على الفكره والطريقه، لان هي فعلا طريقه سهله جدا وبسيطه في عمايل الزبيب. لان يعني الطريقه الثانيه بتاخد من 5 ايام ل6 ايام، يعني مع بال ما بيخلص معاكي ممكن بتدخلها في اسبوع مع بال الزبيب ما بيتجفف معاكي. انما الطريقه ديت يعني طريقه سهله جدا وبسيطه، اللي انت بتبخري من العنب الميه على البوتاجاز وبعد كده بتسيبيه بقى في الشمس، فهو ما بياخدش وقت يعني، هو يومين او 3 ايام بالكتير خالص لما تلاقيه خلص معاكي وبقى يعني زي ما احنا شايفين كده حبايبي يعني. اتمنى تقولوا لي رايكم ايه بقى كده في الطريقه، وبحبكم جدا في الله حبايبي. كان معاكم حنان الوراكي وندى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، لو الفيديو عجبكم حبايبي والقناه عجبتكم، يا ريت اللي انتوا تدعموني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.